سيفي صل أمن أربعة اليوم من أزم بربعة مقابل سيرو سيدي ديوزو تحليلكم المباراة. السلام عليكم. أولا نقدم التعزية لعائلة قرباج الكرة الجزائرية على وفاة السيد محفوظ قرباج رئيس سابق لشباب الوزداد والرابطة الوطنية، ترحموا عليه، ربي يجعل مثواه الجنة إن شاء الله. فيما يخص المقابلة، يعني النتيجة تعبر عن نفسها، كنا خارج الإطار تماما، يعني مقابلة للنسيان، ما قدمنا ولا شيء. الخصم يعني كان أحسن منا في جميع الجوانب، كان أكثر بالأحرى كان أكثر إرادة في الفوز، كان أكثر رغبة في الفوز منا بدعم جماهيره بالإرادة تاع اللاعبين تاعو. فوز مستحق لا غبار عليه. مقابلة بالنسبة لنا مقابلة للنسيان، يعني ما كاين حتى حاجة اللي نقدروا نتكلموا عليها، تقريبا لم نصنع ولا فرصة طيلة أجواء المقابلة. نقولوا قدر الله ما شاء فعل. المسؤول الأول هو أنا، المسؤول الأول على الجانب الفني هو أنا، لذلك يعني أنا هو المسؤول على النتيجة. طلب الاعتذار من الأنصار يعني اللي تنقلوا معنا بقوة رغم الأمطار ورغم يوم دراسة ويوم عمل، لكن تنقلوا بقوة، طلبوا منهم الاعتذار، إن شاء الله نخلفوها في المقابلات القادمة بعد 3 أيام مقابلة أخرى، 3 نقاط مهمة جدا، إن شاء الله نكونوا في المستوى ونمحيوا الأداء اللي قدمناه اليوم اللي ما يعكس يعني القيمة تاع الفريق تاعنا، اللي عندنا أداء أحسن من هذا. العديد من الأسباب مع اللاعبين يعني في حصة الاستئناف غدا نحاول نطرقوا لها، ولكن يعني نقولوا في الأخير يعني مبروك شبيبة القبائل، 3 نقاط يعني مستحق. والله كاين العديد من الأسباب، العديد من الأسباب، ويعني نخلوها يعني من بين الأسباب ربما اغترينا يعني بالانتصار العاري تاع الأسبوع الماضي، يعني رفدنا رجلينا نوعا ما. الآن يعني هذه الهزيمة ولو أنها مرة ولو أنها مؤلمة، ولكن تعاود ترجعنا تفطنا شوية يعني من الحلم تاعنا، تعاود نحطوا رجلينا مليح في الأرض. القادم أصعب، مقابلات كلها صعبة رغم يعني الظروف اللي كانت تعيشها شبيبة قبل المقابلة هذه، ولكن يعني قدرت يعني تفوز. كل مقابلة في القسم الأول يعني مقابلة صعبة، إذا ما حضرتش وما كنت جاهز 100% يعني راح تجوز يعني على الجانب. حنا نقولوا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، إن شاء الله يعني الآن ما نتهموا حتى واحد. قلت لك أنا هو المسؤول الأول، أنا هو المسؤول الأول، نتحمل كامل المسؤولية في الهزيمة هذه، إن شاء الله في يعني في المقابلات القادمة نعاود نكونوا أحسن من المقابلة هذه. قلت لك كنا خارج الإطار تماما، يعني ما كاين حتى تفسير آخر، يعني قوة دفاعنا قوة المنظومة الدفاعية تاعنا يعني كانت كاينة، ولكن اليوم يعني لا منظومة دفاعية ولا هجومية ولا شيء، كنا خارج الإطار تماما. مقابلة للنسيان ندوا العبرة منها ونحاولوا نصلحوا واش نصلحوا، يعني بعد 3 أيام عندنا مقابلة مهمة أخرى أمام منافس مباشر يلعب على سقوط. كوتش شفنا يعني اللاعبين نتاعك يحتاجوا يعني كثيرا عن الحكم أثناء يعني ضربات الجزاء، واش هو تعليقكم تاع التحكيم تاعهم؟ التحكيم كاين الاختصاص يتحدثوا عليه ولو أنه فيها العديد من علامات الاستفهام، ولكن الكاميرا كاين يشوفوا، كاين الناس اللي تقيم الحكم، ما نتكلمش انا عليها، انا نتكلم على الفريق تاعي، نتكلم على اللاعبين تاعي، نتكلم على نفسي. ما الحكم يعني كاين الناس تقيمه، الى اخطا ما راح يعاود يرجع لنا والو حنا، ولكن كاين الناس الى اخطا هما اللي يقولوا له اخطات، ولا راهو عنده الحق نقولوا له بارك الله فيك. هذا واش نقدر نقول له. الله يكون صحه.